السلام عليكم خوتي خوتاتي، مرحبا بكم على قناة الحميدي. الجملة دي توحشتها بزاف لان غبرت على اليوتيوب، طبعا لظروف مهنية هي اللي خلتني انني يعني نغبر على اليوتيوب، لكنها انا رجعت من جديد وان شاء الله غادي نرجع بواحد القوة باش ننزل يعني فيديوهات اللي هما كتار، خصوصا يعني ما بقى والو الامتحانات الوطنيه او الامتحانات الجهويه. ان شاء الله غادي نكون معكم يعني خطوه بخطوه مرحله بمرحله. زنقه زوينه هاد الخطوه، شني على الايقاع ديال زنقه. ان شاء الله غادي نكون معكم حتى تدوزوا الامتحانات ديالكم. غادي نجاوب على الاسئله ديالكم يعني سؤال بسؤال، توضيح بتوضيح ان شاء الله. طبعا غير صبروا عليا لان راه كنتلقى واحد المجموعه من الرسائل، اذا فبالتالي وخصوصا يعني رسائل اللي كيخدموا يعني التلامذ والناس كتخدم يعني امتحانات وكتصيفطهم ليا، اذا راه تقريبا غير امتحان واحد باش نقراه وباش نعرف الاخطاء اللي فيه باش نعرف واحد المجموعه من الحوايج، راه تقريبا كل واحد كيدي مني ربع ساعة يعني 15 دقيقة، دونك على حسب الامتحان وعلى حسب الحجم ديال هذا الامتحان هذا. إذا فبالتالي يعني غير صبروا وشوية بشوية إن شاء الله غادي نجاوب على الأسئلة ديالكم كلها. لكن درت هذا الفيديو هذا باش ننبه إلى واحد المجموعة من الأخطاء اللي أنتم كترتكبوها، وأنا كنصح الامتحانات ديالكم وديال التلامذ إلى غير ذلك، وأنا كنلاحظ يعني هذه الملاحظات هذو. شنو هما هذه الملاحظات؟ هما نعطيكم نموذج مثلا، وانا ديجا طرقت يعني لهذه المساله في واحد احد الفيديوهات ديالي، وقلت لكم انكم تجنبوا هذه المقدمات الجاهزه. علاش تجنبوا هذه المقدمات الجاهزه؟ لان في الاخير شكون كيدير هذه المقدمات الجاهزه؟ راه كيديروها اساتذه، هما اللي كيحطوها في المواقع ديالهم على الانترنت. اذا فبالتالي انتم كتمشيو تاخذوا واحد المقدمه اللي جاهزه وكتعطيها له نفس المقدمه، راه هذه المقدمات هذو كيكونوا معروفين ومحفوظين عند الاساتذه طبعا. اذا شنو 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 خاصكم ديروا الاخوان؟ على الاقل تبدلوا في هذه المقدمات هذو. واش هي عباد الله المقدمه كتلقاها كما هي في الانترنت، كتهزها انت ودير ليها كوبي، وكاين اللي كيحفظها كاع كما هكاك ويحطها في نهار الامتحان كتجي له الامتحان. وراه كون اكيد على ان الاستاذ راه دوك المقدمات كيكون عارفهم وحافظهم ودقهم، وراه هو اللي وضعهم اصلا طبعا. اذا خوتي كنتمنى على انكم هاد المقدمات تاخذوهم تفهموهم. ما كنقول لكمش انا ما تدخلوش المقدمات وما تاخذوهمش، خذوا دخلوا الانترنت وقلبوا على المقدمات ولقاوهم، ولكن حاولوا انكم تبدلوهم طبعا بصيغتكم نتوما، يا يعني باسلوبكم الخاص نتوما يا الى غير ذلك. اذا هذه ملاحظه اولى اللي انا كنلاحظها، واللي طبعا كتكون قاتله اثناء انجازكم الامتحانات، امتحانات يعني الوطنيه او لا بما فيها الجهويه، يعني الناس ديال الاولى باك علميا او لا اولى يعني الناس ديال الاحرار اللي كيدوزوا يعني الجهوي طبعا. مساله اخرى انا كنلاحظها في اثناء كتابتكم طبعا، غنبقى ديما في المقدمه، وهو انكم هذوك الاسئله الاشكاليه، اسئله الاشكاليه مين كتجيبوها؟ بغيت نعرف مين كتجيبوا ديك الاسئله الاشكاليه. اخوان الاسئله الاشكاليه كتجي انطلاقا من الاسئله اللي عندكم نتومايا في الامتحان، كنعاود ناكد عليها ونعاود ناكد عليها. الاسئله الاشكاليه تطرح انطلاقا من الاسئله يعني ديال الامتحان، طبعا ما تجيبش شي اسئله اللي من عندك انت او اللي نقلتيها انت من ديك المقدمه الجاهزه وجيتي طرحتيها تمايا. كما قلت لكم وكما كنقول دائما، الهدف من الاسئله الاشكاليه هو اننا نجاوبوا عليها اثناء يعني في التحليل ديالنا، اثناء كتابتنا للانشاء يعني في التحليل ديالنا كنجاوبوا على هذيك الاسئله ديال الاشكاليه طبعا. ومساله اخرى، ملاحظه ثالثه هذه، وهي مساله الفرضيه. الاخوان الله يرضي عليكم، الفرضيه ما يمكن ليناش نديروها من غير الى طرحوها لنا يعني في الاسئله. الى ما طرحوهاش لنا ما غاديش نديروا الفرضيه، والفرضيه لها مقومات معينه. انا كنصحح يعني هاد الامتحانات الى غير ذلك، شنو كنلقى ديرو انطلاقا من العنوان وبدايه النص نفترض ما يلي. وكيفاش اخويا انت حللتي هاد العنوان هذا وباش عرفتوا هاد العنوان انا اش كيهضر،
وشنو هي التركيب ديالو، منش مركب من ناحية الدلالية ومن ناحية التركيبية. هاد البداية النص علاش كتهضر، هاد النهاية علاش كتهضر، شنو هو النوع ديال النص اصلا، واش هو نص شعري، واش هو نص نظري. اذا كيفاش طرحتي هاد الفرضية؟ ما عندها حتى منطق. شنو المنطق؟ المنطق هو انك تشد العنوان وتحللو تركيبيا ودلاليا. طبعا طبعا ملي كنقول لكم تحليل تركيبيا ودلاليا، راه ماشي تعطي حجم كبير في الدلاله على ذلك، هذا ما يتعداش واحد سطر حتى سطر ونص. تحليل تركيبيا ودلاليا والملاحظه البصريه ديالك ديال النص، واش هو نص نظري. الا كان نص نظري طبعا غادي يكون تكون واحد المجموعه من ديال الفقرات، وطبعا بدايه علاش كتهضر البدايه، ثم النهايه علاش كتهضر، ومن بعد مباشره كنجيو كنطرحوا الفرضيه. كنقولوا في الفرضيه بناء على العنوان، الا كان عندنا العنوان طبعا، ولا حللنا العنوان. الا ما كانش عندنا بلا ما نديروا الملاحظه ديال العنوان، نديروا ديال الملاحظه البصريه ديال النص والبدايه والنهايه. اذا نقولوا من خلال المؤشرات السابقه بين قوسين بداية النص والنهاية وشكل النص، يمكننا أن نفترض ما يلي. والفرضية ماشي ضروري أنها تكون صحيحة، لأن علاش مازال فاش غادي نجيو في التحليل ديالنا وغادي نتحققوا من هذيك الفرضية اللي احنا طرحناها. إلا كانت فرضية صحيحة غادي نقولوا بأنها فرضية صحيحة، وإلا ما كانتش فرضية صحيحة طبعا غادي نقولوا بأنها ماشي فرضية صحيحة. سؤال ديال واحد التلميذ سولني، قال لي واش ممكن مثلا أننا نطرحوا جوج فرضيات حتى لثلاثة الفرضيات؟ أنا تنقول لك بإمكانك أنك تطرح جوج فرضيات حتى لثلاثة، وهذا يعني ماشي مثلا خطا الا طرحتي فرضيه واحده، لا بالعكس، هو كلما يعني كتزيد الفرضيات كلما يعني مزيان. اذا طرح فرضيه واحده اولا جوج فمزيان، ولكن عاود من غير الى طلبوها منك. الى ما طلبوهاش منك ما كاينلاش انك تطرح الفرضيه. الاخوان راه اللي كيطلبوه منا في الاسئله هو اللي كنخدموا عليه. الا ما طلبوش منا شي حاجه راه ما كنقولهاش، كما كنقولوا حنايا راه زياده من الراس الحمق. اذا خوتي خواتاتي، كنتمنى على ان هذه الملاحظات البسيطه اللي انا عطيتكم يعني غير في البدايه ديال التحليل ديالكم، او لا يعني في التقديم ديالكم ديال النصوص النظريه او النصوص يعني التطبيقيه بصفه عامه، يعني مقدمه بصفه عامه، كنتمنى على انكم تكونوا يعني فهمتي وشنو انا بغيت نقول. وطبعا يعني طبقوا هذه الاشياء وان شاء الله غادي يكون كل خير في اثناء كتابتكم وتحليلكم للنصوص. طبعا اذا اضرب لكم موعدا الى الحلقه القادمه ان شاء الله.